مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم أنا وأختي وزميلتي صابرينا حنكون مقدمين للبرنامج لسهرتنا الرمضانية الليلة. كل ليلة حنتكلم عن برنامج، عن موضوع مهم جدا، اللي هو الغناء التراثي والفولكلور الشعبي في الغربة، آثاره، صعوبته، كيف ممكن ننقل هذا التراث إلى أبنائنا. في معنى ضيفة عزيزة راح تكون على قلبنا وراح تسمعكم بعض أناشيد التراث الفلسطيني، راح تقدمها أختي صابرينا. تفضلي. يسعد مساكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. الليلة سهرتنا راح تكون مميزة جدا مع فنانة كثير أنا شخصيا على المستوى الشخصي بحبها كثير، وبيعجبني صوتها، وبتعجبني الرسالة اللي بتأديها. هي مش بس بتغني، هي بتأدي الرسالة، ورسالة مهمة كثير لأمريكا الشمالية وللعالم كله طبعا، باعتبارها بتعيش هون في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة. لسه الرسالة اللي بتقدمها أهم بكثير من لو كانت عايشة بالوطن، لأنه في ناس كثير بالوطن هاملين هم الوطن وحاملين رسالته، لكن هي بتقدم في أمريكا صورة حلوة مفرحة عن تراثنا وبتعرض قضيتنا بطريقة جميلة جدا. وهي الفنانة نسرين حجاج، صديقة عزيزة وصوت رائع، يعني بدها الليلة تطربنا وتشجينا وتعرفنا بالتراث الفلسطيني أكثر وأكثر. نسرين، أهلا وسهلا فيكي. ممكن تعرفينا على حالك كبداية؟ أنا قبل ما تحكي يا نسرين، تتذكري لما شفناك أول مرة في سيدة مش متذكر اسمها، بس كانت تحكي هاي فيروز أمريكا الشمالية، سمتك فيروز أمريكا الشمالية، ولحد هلا متذكر هذا الاسم. فأهلا تستاهل. وسهلا فيكي. أهلا فيكم، أهلا فيكم، وشكرا لكم على استضافتي. يعني أنا حدا يطلق علي اللقب مثلا فيروز أمريكا الشمالية، أو حتى في ناس بيقولوا سفيرة التراث الفلسطيني في المهجر، يعني هذا بالنسبة لي شرف كتير كبير. يا ربي أني أكون قد الأماني وأديها وأوصلها لكل قلوب الناس، توصل إن شاء الله لكل بلاد العالم، لكل الناس. أنا حاملة بصوتي قضية، حاملة بصوتي أهازيجنا وأغانينا الحلوة القديمة، يعني تراثنا كله، يعني هاي أماني كتير كبيرة. فيا رب إني دايماً أكون عند حسن ظنكم، يعني وأوصلكم هالأماني بصدق. أنا نسرين هجاج، بكل تواضع فلسطينية، ولدت في المهجر. أهلي هجروا من بلدة، أبي هجر من، يعني أهل بابا هجروا من بلدة علمة في الجليل الأعلى في قضاء صفد، وأمي من بلدة دير القاسي في قضاء عكا. فهجروا في 48 أجدادنا، وماما وبابا مواليد لبنان، ماما بمخيم الرشيدية، بابا اتربى، ولد في جنوب لبنان لكن تربى في مخيم تل الزعتر اللي فيه استشهد جدي وعمي الله يرحمهم طبعا، ويرحم جميع شهدائنا اللي سقطوا في لبنان وأينما كانوا، أينما استشهدوا طبعا. وطبعا أنا انولدت بالكويت طبعا، بلدي اللي أنا بحبه وبحن له كثير كثير، بسقط رأسي. وبعد يعني لما صارت حرب الخليج انتقلنا على لبنان، طبعا كفيت دراستي بلبنان ودراستي الموسيقيه بلبنان، وبعدين انتقلنا على امريكا. فشوف الفلسطيني كيف دائما مرحله لمرحله لمرحله، تعود الفلسطيني على التنقل وعلى التهجير، لكن هذا الشيء صنع منه انسان اقوى، واعطاه الفرصه انه يحمل هاي الرساله ويحمل يمثل بلده اينما ذهب. ف طبعا زي ما حكيت لكم، درست الموسيقى والتحق بالمعهد الموسيقي بلبنان، درس الغناء الشرقي والعود. يعني فينا نقول يعني يعني مثقفين موسيقيين. بتعزفي عود يعني، كان بعزف لازم العود. جبت العود معاكي. بعزف العود بس الليلة مش رح تزبط، بس بعزف العود لأنه لازمني شوية مينتننس على العود اللي عندي. لكن الحمد لله أنه قدرنا نعمل باك أب لهاي الموهبة بالثقافة الموسيقية. طبعا هذا الشيء كله يرجع بالفائدة مش بس لإلي وبرضه لقضيتي بنفس الوقت، لأنه أنا أمثل بلدي.
أينما ذهبت. طيب أكيد. نسرين، نسرين ممكن تحكي لنا كيف بلشتي يعني بالغناء؟ انت اهلك عاشوا في لبنان، انت انولدتي بالكويت، شفتي فلسطين، رحتي زرتيها قبل هيك يعني؟ to start with، هذا السؤال بدنا نبدا فيه، رحتي على فلسطين؟ ليكي انا كنا نوقف بمخيم الرشيدية محل ما ماما انولدت، واغمض عيوني هيك وافتح ايدي واقول يا الله عم هذا هو فلسطين، هذا جاي من عكا. انا حاسه بهوى فلسطين، لانه بتشوف الاضواء من وراء الناقوره، بتشوفي هيك صحيح. اضواء جاي من فلسطين، من ارضنا المحتله. انا للاسف حاولت اني ادخل فلسطين، لكن انا منعت من الدخول باختصار شديد، منعت بدون سبب. يعني ما بعرف شو الأسباب. أنا فنانة فلسطينية، نعم أنا أتحدث عن القضية الفلسطينية، ولا أستحي ولا أختبئ. لما بدي أحكي كلمة حق بخافش إلا من ربنا اللي خلقني يعني، ومثلي مثل كل هالناس اللي يعني من كل بلاد العالم اللي بيحكوا ومناصرين لقضيتنا الفلسطينية، اللي هي قضية إنسانية قبل أي شيء آخر. أكيد. فمنعت من الدخول، لكن أنا دائما عندي أمل إنه إن شاء الله نرجع نحاول ندخل، وإن شاء الله نقدر نبني على أرض الوطن وأزور الوطن وأبوس تراب الوطن. يعني أنا لساتني معي الثوب اللي كنت بدي أصلي فيه بالأقصى، وللأسف ما قدرت أوصل آمين. للأسف طيب يعني. كيف بلشتي؟ كيف آمين. بلشتي بالغناء؟ كيف أثرت فيك القضية لهالدرجة إنك تتبنيها بغنائك وتعكسي معاناة شعبك من خلال صوتك؟ كيف بلشتي في هذه الخطوة؟ بداياتي كانت يعني انا طفله بغني بالمدرسه يعني انا صغيره، بس لكن بداياتي كانت رسميا في لبنان. كنت كثير احب اغني، ودائما اغني لاصدقائي بالمدرسه وهيك، بتقولوا دائما صوتك كثير حلو، تعالي نسرين سمعينا صوتك وهيك. ليوم انا طنت في راسي رح اقدم على استوديو الفن 96، طبعا هاي نفس السنه اللي طلع منها الفنان رامي عياش، المرحومه سوزان تميم، يعني كثير، فارس كرم، كثير من الفنانين اللبنانيين اللي طلعوا وتخرجوا من هاي السنه بالذات. هلا انا الوحيده اللي مثلت دوله فلسطين عن فئه العالم العربي، فهي كانت فرصه وما تكررت، I don't think انها تكررت بعد هيك باستوديو الفن. فانا قررت بعمر 16 سنه اني اقدم على برنامج استوديو الفن بكل جراه يعني. رحت وقدمت، وبتذكر الفنان الله يرحمه قليح حبيقة قال لي انت صوتك بيلبق صوت ليلى مراد، عندك هيك صوت ناعم. فغنيت وأديت كثير حلو، نجحت للتصفيات، وبالتصفيات طبعا طلعت نجحت صبية من سوريا، واخذت شهادة تقدير من استوديو الفن، وبناء على نصائح كثير من الموسيقيين المخضرمين اللي كانوا بوقتها، والدكتور وليد غلمية الله يرحمه، كان لازم اني انا اتابع دراستي الموسيقية لحتى هالصوت هذا يعني اتحكم فيه احسن. فدرست بالمعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، الغناء الشرقي والعود والسرياني والبيزنطي وكله يعني، التجويد حتى كمان. لكن اجتني عروض اني امضي مع شركات عده، لكن للاسف بسبب الاحتكار الفني، وبسبب انه اغلب العقود كانت 10 سنين، وانا كنت يعني بعد صغيره 17 سنه، عمري 16 17 سنه، بابا قال لي بابا انا ما ببيعك، يعني لانه بصير في نوع من يعني الشركه تملك الفنان بيسكلي، يعني الشركه تملك الفنان. صحيح. فبوقتها انا صبت بحاله مش انه احباط، بس انا كنت عم بدور على مرفق. بنفس الوقت سمع بابا من صديق له في فرقه عم تتحضر عم تتكون، في رح تنطلق اسمها فرقه حنين للاغنيه الفلسطينيه في لبنان من مخيم عين الحلو. قال لي بابا شو رايك نروح اللي ناخذك وتشوفي وتجربي وتسمعي ويسمعوا صوتك، وبلكي التحقتي بالفرقه. قلت له طيب. رحنا وقتها بتذكر رحت انا وماما وبابا وكانت الفرقه مجتمعه كلها يعني، وانا هدول يعني لحد بشيل لهم تحيه من قلبي، لهم كثير فضل علي. طبعا استاذ محمد الشولي رئيس نقابه الفنانين الفلسطينيين، اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان، وجه له تحيه. احتضنوني، حسيت لهلا يعني صار لي يمكن 20 سنه بعيده عن لبنان، بس بحسهم عائلتي لما اروح. وفعلا بدات بالغناء الوطني وحسيت نفسي يعني وجدت نفسي،
يعني أنا عارفة كنت رح أضحي إني ألتزم في الغناء الوطني، رح أضحي بالكثير. هلأ لازلت يطلب مني إنه أغني مثلا مرات طربياتك وأغني. شاركت من فترة بفرقة بلوس أنجلس، فرقة ليالي زمان بقيادة الأستاذ عادل الإسكندر، بوجه له تحية. بغنيت على اللي قرا مثلا، بحب كل فترة وفترة هيك إني أنوع، لكن أنا إجمالا حابة هيك أضلني بهذا الخط الحلو والناس اللي بتحبه. معظم غنائك تراث صحيح؟ تراث صحيح، شعبي، تراث تراث فلسطيني بالذات صح، وشامي كمان يعني، هو وشامي. متشابه صحيح. طيب شو بتعرفين لنا التراث؟ كيف انت بتشوفي هذا الغناء التراثي والفولكلور الشعبي، كيف هذا ممكن يعيش اجيال ويخلي هاي الاجيال مرتبطة، خاصة احنا في الغربة بولادنا بعاد، كيف ممكن تتوقع هذا التراث يسوي ويغير فيهم؟ هلا خلينا نبدا، ما هو التراث؟ نعم. أوه أيوة عشان أيوة نجسد فعلا بالصوت والصوره ما هو التراث. هذا هو ما ورثناه عن اجدادنا واجداد اجدادنا، صحيح وهو مصدر فخر لنا، هو هويتنا التي نتمسك بها مهما طال الزمن. ما هو التراث؟ التراث هو ثقافه الشعوب. يعني التراث هو يعني يسطر تاريخ وأساليب عيش كل أمة، كل شعب بكافة التفاصيل. يعني هو الهوية والدليل على وجودها وتطورها مع الزمن. يعني هذا هو التراث بالنسبة لنا. أما التراث الفلسطيني أو الفولكلور الفلسطيني الشعبي، هي مرآة بتعكس حياة الإنسان الفلسطيني اللي عاش في مناطق مختلفة من فلسطين، جسد فيها ألوان تراثية مختلفة بحسب المناطق كمان، لأنه عندك الأغاني والأهازيج تختلف من منطقة لمنطقة. وعندك مثلا الفولكلور الشعبي غني، يعني غني بالإبداعات الشعرية. شو كمان عندك؟ الزجل والدبكات، العادات والتقاليد، اللباس، الرقصات، الشعر، فنون الرسم، كله يعني هذا كله فولكلور عريق يحكي تاريخ أجدادنا ويثبت وجودنا على الأرض كفلسطينيين. يعني إحنا بنعرف هذا التراث، إحنا تورثناه من آلاف السنين ولا زلنا نتوارثه، ونحن هذا الشيء اللي بدنا نشدد عليه بالغربة، خصوصا بالغربة، إنه هذا التراث لازم نحافظ عليه، والا بعد يمرق جيل جيلين ثلاثه نحن خلص وي ار ليكويديت. يعني نحن عندنا مخزون من التراث يعني لا ينتهي، يعني مخزون غني جدا جدا، وتراثنا هو ما يثبت وجودنا على الارض تاريخيا. ومش بس هيك، الاحتلال حاول طمس وتزوير تاريخنا الفلسطيني وتزوير تاريخنا الحضاري كمان كفلسطينيين، لكن تراثنا كان ولا يزال يشكل سدا منيعا في وجوههم مهما حاولوا سرقة كل الأدلة التاريخية على أنه هذا التراث لنا. مثلا عندك سرقة الأكلات الشعبية الفلسطينية، سرقة التطريز الفلسطيني، لكن أنا قلتها مرة على مسرح وبارا أعيدها مرة ثانية حتى قلت معها، قد تسرق كل شيء منا إلا ظريف الطول فهي فلسطينية. هذه الأغنية أغنية فلسطينية، ما رح تقدروا تاخذوها ولا رح تقدروا تزوروها. صحيح. أكيد 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 هلا نسرين، أنت عايشة في نورث أمريكا، كمطربة وطنية أنت بتقدمي الأغنية الوطنية، بتعكسي زي أنت مرآة للتراث الفلسطيني هون في نورث أمريكا، هل واجهتي أي صعوبات في هذا المجال؟ يعني حاول حدا يثبتك عن هذا المهمة اللي أنت بتقومي فيها بأداء رسالتك، ولا بتقدري تمارسي تغني الأغاني اللي بدك إياها، تختاري اللي بدك إياها في أي مجال بدك إياه؟ للصراحة والأمانة أنا بشكر من هون كل إنسان دعمني، كل شخص آمن بموهبتي، كل شخص أعطاني أتاح لي الفرصة والمجال إني أمثل بلدنا وطننا فلسطين، إن كان في المهرجانات الفلسطينية أو في الحفلات أو الفانكشنز يعني الخيرية الفند ريزرز. أنا بحب أشكرهم كلهم، ولا مرة واجهت صعوبة. هي الصعوبة الوحيدة بس إنه تثبت وجودك على الساحة الفنية. ليش؟ لأنه الساحة الفنية تضج بالفنانين، كتير عندنا فنانين حلوين ورائعين جدا يعني بيغنوا تراث فلسطيني على الساحة الأمريكية، لكن الوجود النسائي
موجود ولكن مش بقوة. أنا هذا الشيء اللي بتمنى من هذا المنبر أن اليوم أحكي فيه، أنه أرجوكم ادعموا الفنانة الفلسطينية، مش بس نسرين هجاج، ادعموا الفنانات الفلسطينيات الموجودات في المهجر. أنا بعرف أن نحن مجتمع ذكوري، ونحن يعني إحنا كنا وما زلنا جنبا إلى جنب مع المحارب أو المناضل والدكتور والمثقف الفلسطيني، جنب إلى جنب. نحن بنبني مجتمع رجال ونساء، أو نساء ورجال عفوا. فأنا بتمنى أنه تتاح الفرصة أكبر للفنانات الفلسطينيات أنه يثبتوا وجودهم على الساحة الأمريكية أو على الساحة بلاد الاغتراب يعني بشكل عام. هذا هو الشيء الوحيد، يعني في منافسة شريفة طبعا أكيد، لكن أنا من ناحيتي ولا مرة واجهت صعوبة، يعني ولا مرة حسيت إنه أي حدا، يعني بالعكس الناس كلها خير وبركة ومحترمة بحبوني وبيقدروني. وأنا عن جد من هون بشكر كل إنسان يعني احترمني وأعطاني هاي الفرصة إني أطلع من المنبر وأمثل بلدي بتراثه. انت يعني اكيد بحبوك الكل، لانك انت قلبك كبير وبتحبي الكل، يعني ضحكتك وابتسامتك خاصه لما تطلع على المسرح وتعطي هزوجه فلسطينيه بتأسر قلوب كل اللي موجودين. فالشبيبه بيستنوا قاعدين بدهم شغله، بدنا نحكي، شو رايك تسمعينا حاجه؟ حاضر على راسي. أنا هذا الموال دائما بحب أغنيه بكل حفلاتي، ومرة هاي رح أغنيه على اللايف، أكرره دائما، معلش سامحوني إذا أكرره دائما، لكن هو يرمز لغربتنا إحنا كفلسطينيين. الموال بيقول: أوف أوف يا بابا، خلي الأسير فيكمل نواحو، رايح يفيق الفجر، رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحو، تيم الرجح المشنوق من هبة رياحه، وعيون بالزنازير بالسر ما رفرف يا طير الحمام، على عمي مع العمام، رفرف يا طير الحمام، رفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام، رفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام. الله الله يا الله، علي كيف ما قلت رفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام. انا لما سافرت ورحت على فلسطين طبعا، وطبعا رجعت من الجسر، وطبعا طلعت من الاردن، فالطياره مرقت فوق والبايلوت قال احنا فوق القدس. فانا طبعا غشيت، صرت ابكي، غشيت بالبكا. فالبنت اللي قاعده حدي فرنسيه، انا بحكي شوي فرنسي، فبتقول لي شو مالك؟ بقولها يعني انا شايفه بلدي وعم ببكي انه ما قدرت اشوف، انا منعت من الدخول. فاخذت الفرصه اني اشرح للبنت اللي حدي شو، ليش انا عم بعيط، ليش انا عم ببكي. كثير تعاطفت معنا. فانا هذا الشيء اللي بحب اني اوصل الفكره هاي، انه وين ما تروحوا احكوا قصتكم، ما تستحوا ولا يهمكم، يعني حتى لو اللي قدامك معارض او لو قدامك مش مع القضيه الفلسطينيه. ياما ناس كانوا
مش مع القضية الفلسطينية ولا هم مناصرين، وتحولوا وصاروا من أقوى المناصرين للقضية الفلسطينية، وإحنا بنعرف هذا الشيء يعني مثبت حتى، إنه في ناس بيعترفوا إحنا مناصرين القضية بس ما كنا هيك، ما كنا لحتى عرفنا بالضبط حجم المعاناة للإنسان الفلسطيني لحتى we got Palestine fine. هذا اللي تعم ويكون أنا وصديقة إلي فلسطيني we got Palestine fine. فهذا اللي حبيت أحكيه. نسرين، تفضلي نسرين، كيف بدي أسألك سؤال، كيف تقدري تغني لوطن مسلوب وتوقف على المسرح هيك بكل قوة قدام الناس بدون ما تبكي؟ يعني أنا بس لما بحكي عن كلمة وطن مسلوب على طول هيك بدمع. كيف أنت بتقدري تتحكمي في مشاعرك وبصوتك وأنت عارفة إنك بتغني عن وطن يمكن ما تشوفيه، عن وطن يمكن إحنا كلنا الله أعلم يعني يضل عنا وطن إذا استمر الوضع هيك ولا لا، إن شاء الله طبعاً بيضل لنا، بس كيف تتحكمي في حالك وأنت واقفة على المسرح؟ أنا إنساني وأنا فنانة وحساسة كمان بنفس الوقت، يعني أكيد أنا ما بغني شيء إلا إذا كنت حاسة فيه من قلبي من جوا. فأقول لك أنا كثير بتأثر على المسرح، وأنا بآخر يعني بآخر حفلاتي أنا بكيت على المسرح، كنت عم أغني أغنية يما ميل الهوى وبكيت لآخر جملة لما قلت ضرب الخناجر ولا ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا، بكيت بكيت. لأنه ليش؟ تخيلت إحنا كيف محكومين، كيف إحنا تحت الاحتلال، كيف إحنا تحت الظلم والقهر والحرمان والتهجير. يعني أنا كتير إذا الناس تنتبهوا على فيديوهاتي لما بغني بغمض عيوني، لأنه عم بغمض عيوني عم بتخيل حالي، عم بتخيل وطني قدامي، عم بتخيل هالجبال وهالوديان وهالسهول، يعني يعني بحيرة طبرية، كل الأماكن الجميلة عندنا الجليل عم بتخيلها قدامي أنا عم غمض عيوني. كتير بيساعدني بيلهمني المنظر هذا اللي بخيالي، بيلهمني إني أعطي من، إحنا بقول بكلمة على الفلسطينية، من أرائيح قلبي، يعني أغني من أرائيح قلبي. لكن أنا دايما بخلي القضايا اللي بآمن فيها، أنا ليش افتتحت بموال الأسرة؟ مع أنا كنت ناوي أغني موال تاني بس رجعت له، ناوي ليش؟ لأنه كنا من كم يوم طبعا يوم الأسير الفلسطيني اللي أطلقوا نادي الأسير الفلسطيني. أنا بحيي كل أسرانا في سجون الاحتلال الصامدين وكل أهالي الأسرى اللي عم بيضحوا كلهم، يعني تضحياتهم، يعني إحنا تضحياتنا ولا إشي قدام تضحياتهم. إحنا مش متحملين يا جماعة نقعد بالبيت شهر ولا شهرين، مش متحملين. في ناس صارها بالسجون من 40 سنة في السجون، تخيلوا يعني. فأنا بحيي كل أسرانا، يعني ما في كلمة بقدر إني أحكيها إني أواسيهم بهاي اللحظة، لكن أنا كل اللي بقدر أقوله إن الليل زائل، نعم إن الليل زائل. نعم. طيب أنت كنت تحكي لنا في موال ثاني، ما بدناش نضيع الوقت بالحكي، ولا ادخلي في التقيل. أوكي، هلا راسي. تسلم لي راسك. بعيد ما لنا دعوة ولا بعيد، البعيد ما لنا دعوة ولا بعيد، أملنا يعود المشتت والبعيد. بعيد بعيد ما لنا دعوة ولا بعيد، أملنا يعود لمشتت والبعيد. قلبي فرحاه بفرحاه ما عدت أطرب ولا بعيد، وشبر من أرض بلادي مغتصب. هلا هلي يا هلي يا هلي، وعلى دلعونا وعلى دلعونا هوى الشمال يغير اللون، على دلعونا وعلى دلعونا هوى الشمال يغير اللون. لا بدي أمي ولا بدي بيي، بدي
فين أرض الزيتونة؟ لا بدي أمي ولا بدي بيي، بدي فلسطين أرض الحنونة. الله الله الله، شو رأيك يا أيوة صابرينا؟ والله، يعني أنا من زمان معجبة بصوتها، هلأ يعني حبيبتي سامحوني أنا شوي مبحوحة من الصيام كثير على فكرة، بيأثر على الصوت. تعرفي نسرين، في صوتك هيك بذكرني بالأغاني اللي كانت تغنيهم أمي زمان، التراويد والتناويح. أمي زي ما حكيت مرة على الفيس، ما بعرف إذا قرأتيها، إنه تزوجت وبعدت عن أهلها، أهلها طلعوا على الأردن وما عرفوش ينزلوا، وهي ظلت بفلسطين. فكانت هيك كل فترة تصير تغني لنا وتروض، وعلى البعد وعلى الأحباب وعلى الحرمان وعلى الوطن والحنين. بصوتك يعني في نفس الخامة هاي، فيها نفس الحنية اللي كنت أسمعها بأغاني أمي. حبيبتي صابرينا، انا بنت الصدى، انا عندي مين انا اللي بنت أثر فيك من المطربين الشعبيين اللي بغنوا التراث الفلسطيني؟ مين أثر فيك أكثر حدا؟ يعني هلا. مين انت، مين تسمعي؟ انا اول ما سمعت بغني العتابة والزجل والميجنة هو جدي الله يرحمه، جدي لطفي معروف من قرية دير القاسي. أول ما سمعته بيعتب والعتبات والقوف أنا تأثرت كتير فيه كمان، يعني أنا صحيح بدايتي كان في فرقة حنين الأغنية الفلسطينية، لكن أنا كتير تأثرت بجدي الله يرحمه اللي توفى من تقريبا 3 سنين بهيوستن. وبعدين صرت يعني طبعا لما انخرطت بالغناء التراثي يعني كتير بحب أسمع، يعني في عنا كثير بوطننا، عنا شفيق كبها الله يرحمه، عنا دلال ابو امن كثير بحبها، بوجهلها تحيه، فنانه ريم الكيلاني اللي عم تتعافى يا ربي من الكورونا فيروس الله يشفيها يا ربي. كثير كنت اسمع كمان عندك امل مرقص، عندك يعني كثير كثير كنت اسمع، يعني في كثير فنانين معلش يعني سامحوني اذا ما قدرت، فنان مثلا ناصر الفارس انا كثير بعزه، فنان فلسطيني ناصر الفارس، مين كمان معلش انا اذا نسيت اسامي هلا صيامنا صيامنا مصر علينا، لكن انا أبو كنت عرب، بسمع للكل والله بسمع للكل، يعني أبو عرب بتقول لك ابو أبو عرب اي عرب طبعا ابو عرب اكيد، يعني شعار الثورة الفلسطينية هو أبو عرب، يعني ما في هو الملك، أنا برأيي صراحة هيز ذا كينج. وكمان أنا بحب كثير فرقة العاشقين، كثير تأثرت بفرقة العاشقين، كنت أغني أغاني فرقة العاشقين بأول طلعت كثير، يعني طب يعني تغني لنا هم شيء هلا للعاشقين؟ اطلب اطلب يا صابرينا. نسرين، نسرين يا بتغني لنا لأبو عرب موال، يا بتغني لنا للعاشقين، انت اختاري. أعطيناك الخيار كمان، شو بدك أحسن من هيك؟ بغني الاثنين يلا. يلا شوفي شوفي الجمهور بيشتركك اليوم، اليوم يعني في 6 7 أغاني صاروا مطلوبين. يلا يلا حنقول موال، قالوا اجى العيد ويا توتة الدار. يلا أمان 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 يا يابا، أمان 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 الله الله أمان يا يابا، يا توتة الدار يا توتة الدار، صبرك عالزمان انجار، لا بد من عود مهما طول المشوار، يا باي يا توتة الدار، حلفتك برب الكون يا توتة الدار، حلفتك برب الكون، لا بد من عود مهما طول المشوار، يا باي قالوا إجا العيد
آنو إجا العيد، قلت العيد لأصحابه شو بينفع العيد للي مفارق حبابه حبابه. العيد يا يما، العيد يا يما، لما بلادنا تعود وارجع أرض الوطن وابوس ترابه. أمان 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 يا ياي، وهدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا، ودي سلامي الودي للأرض اللي ربتنا، وسلم سلم عبلادي أرض سلم سلم عبلادي تربة أهلي وجدادي، وسلم سلم عبلادي تربة أهلي وجدادي، وبعد العصفور الشادي بيغرد لعودتنا. وهدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، للأرض اللي ربتنا، للأرض اللي ربتنا. الله، يا شو سلام عملتي؟ عليك يا صبرينا سلام. عيني طاف يا شيخة، يعني والله أدمعتي إيه. قلوبنا، ولا أدمعتي عيوننا وقلوبنا. والله يا دكتور، يا دكتور جمال، يا صبرينا، جميع المستمعين، أنا لسه محمي من الصيام، كثير يعني بيكون صعب علي أنا، لكن مع ذلك عم بعطي كل ما عندي حتى أقدر أوصل الإحساس اللي عندي من جوا، اللي هو شعور يعني مش عارف، اللي بشوف بلادنا عن حقيقة بقول لك بلادنا أجمل بلاد، بلادنا حلوة كتير كتير، يعني مش بتقول الغنية على الروزانة على الروزانة، يعني كل الهنا فيها، يعني هي بلادنا كل الهنا فيها. صحيح صحيح. يعني شو بدي أقول لكم؟ طب بدي اسالك سؤال، بدي اسالك سؤال، هل سويتي البوم خاص فيكي ولا اغاني الك، ولا ما صارت هذه الفرصة لسه؟ وصلنا للنقطة هاي. هلا أنا لأنه ما حفلاتي دائما مجرد مناسبات يعني وطنية، فبالسنة كم مناسبة وطنية عندنا مثلا أو كم فندريزر عندنا، فما عندي المدخول المادي اللي أقدر أنا إني أعمل سبورت لعمل فني لإلي أنا، يعني أنا أموله. لكن أنا أتمنى إنه تكون في جهة فلسطينية تتبنى صوتي وتقدر تساعدني إني أنتج أول ألبوم. طبعا أنا عندي أغاني، عندي سينجل صدرت، أنا بنت الانتفاضة الثانية بعتبر نفسي، صدرت في الانتفاضة الثانية وكانت وقتها مشهورة جدا، الأطفال الحجارة. لكن بعد هيك طبعا هجرنا على أمريكا وما صار يعني إنه استمريت في لبنان. لو ضليت يمكن كان معي يعني بسموها الريسورسز إني أقدر إني أسجل والموسيقيين موجودين، لكن كونك تسكن في مدينة نائية بعيدة عن هذا الجو كله، صعب كمان إنك تقدر تجمع هاي الوسائل كلها، الفنانين الموسيقيين يعني، وتقدر تنتج عمل، لأنه إنتاج العمل يتطلب الكثير، الموسيقيين، استوديو تايم، يعني شو بسموه كمان، توزيع، كمان عندك التوزيع اللي حتى كانتشار، يعني كمان توزيع والانتشار، يعني كل هاي مكلفة. صح فبقول إن شاء الله يا رب، يعني صح أنا معتمد هلا كمان الإنترنت، الانتشار يعني هلا انتشارنا على وسائل التواصل الاجتماعي كثير ساعدني بهذا الموضوع. احنا من هون بنوجه رسالة لجميع اللي بسمعنا، إذا بيقدر حدا يتوصل
جمعية فلسطينية أو قدرة إنه حدا يدعم نسرين إنها تصدر أول ألبوم لها، بكون إنه الشرف إنه يكون عندنا فنانة زي هيك بتصدر ألبومها الفلسطيني الفولكلوري. ونسرين تستحق كل الدعم، لأنها فعلا تؤدي رسالة كثير مهمة بالنسبة لنا كالشعب الفلسطيني. شكرا. قضيتنا مهددة، وطننا مهدد، تراثنا مهدد، فبدنا ناشطين زي نسرين. انت مش بس مطربة، انت بتأدي رسالة، وانت زي ما بيحكوا بتقاومي بالكلمة وبالمعنى وبالغنية، مش انه بس بدك تغني يعني. وهذا ما يميزك عن غيرك من اللي بغنوا يعني، في سواء في كندا او في الوطن صحيح، انا العربي. اخذت هذا الطابع، وبعرف انه يعني بعرف انه يمكن يعني ما كثير بتكون الناس بتغني بحفلات اعراس، ولكن انا يعني من فتره اعلنت عن البروجكت اللي هو حنه وعرس، اللي هي انا اني اعيد غناء الاهازيج الفلسطينيه اللي غنوها امياتنا وستاتنا بالاعراس، بالحنه نغنيها بالحفلات، طبعا حفلات النسائيه، يعني نعيد تجديد هذا الشيء كمان في بلاد الاغتراب، اكون انا هذا الصوت النسائي. يعني من فتره كنا بمهرجان فلسطيني بسان فرانسيسكو، ورحنا على جمعية رام الله، بوجه لهم تحية، بحبهم كثير لجمعية رام الله. غنينا، كانت إن السيدات قاعدين وعم بيشتغلوا معمول وعم يعملوا أكل، وأنا غنيت والنسوان عم بيشتغلوا. كثير كثير كان جو حلو، يعني برجعك يمكن لأيام ما كنا نقعد بالساحات الدار هيك، النسوان تقعد كلها ويلفوا ورق عنب أو يعملوا معمول سوا للعيد. يعني بترجعك كثير للأمور هاي، يعني بتخليك تحسي قديش الوطن مهم بالنسبة لك، هو هويتك ببلاد الاغتراب. أنا من هون من هذا المنبر بدي أدعي كل شخص، كل أم، كل أب، إنه يشجعوا أولادهم يحافظوا على تراثهم في الغربة، علموهم الأهازيج. أنا ابني عمره 5 سنين حافظ يم أمي للهوى، ابني بيتبك، ابني لما بشوفني على المسرح باخده معي على الحفلات، بيقعد بيرقص هو بالكرسي مستمتع بماما عم بتغني. يعني حتى بقول لماما لا بدي أسمع هاي الغنية، I want you to sing this one، بدي إياك تغني هاي الغنية. ليش؟ اتعود من هو صغير يعني انفطم وأنا أهلل له الأغاني والتهليلات الفلسطينية. هذا كان أنا دادي على هذا السؤال، كيف هذه الأهازيج والأغاني التراثية، وهذا يمكن المحور السؤال تبع القناة الحلقة اليوم، كيف هذه الأهازيج والأغاني ممكن تثبت حب الوطن في الجيل الثاني والثالث والرابع؟ كيف بتشوفيها أنت؟ أنت عندك أولاد وربتيهم على هذا الشيء. أنا بدي أعطيك أكبر مثل، بتروح على أي عرس فلسطيني أو حفلة فلسطينية مثلاً، بتلاقي حتى مثلا حفلة مؤخرا لفلان محمد عساف، الصبايا بينزلوا بيدبكوا، الشباب الصغار بينزلوا بيدبكوا، بحبوا وطنهم، بحبوا بلدهم، بحبوا تراثهم. فليش نحن ما ناخذ هذا الحب ونبني عليه؟ يعني تخيلوا انه بطريقه طبعا ممنهجه، مش بس نقول لما نحفظ تراث، لا، لازم يكون طريقه ممنهجه انه نقدر انه نشرح لهم شو هو التراث، ليش الاغنيه هاي، كيف صارت، كيف الاغنيه هاي تالفت، شو كان مناسبتها مثلا، أغاني الأعراس، الحنة، أغاني المقاومة، أغاني الثورية مثلا عنا، عشان يعرفوا تاريخهم مزبوط، لأنه من لا تاريخ له لا حاضر له. فلازم لازم، فأنا متأكدة حب الوطن موجود على فكرة، يعني حتى الأجيال هلأ الجديدة لا زالت محافظة، هم راهنوا أنه الأجيال هاي رح تنسى، هاي الأجيال ما نسيت، تلاقيهم بحبوا. يعني تروح على أي مهرجان فلسطيني بتلاقي الشباب الصغار والصبايا كلهم مجتمعين. يعني إحنا عنا جيل رائع جداً، وأنا كلي أمل فيه أنه يضل محافظ على هويته وعلى عاداته وعلى تقاليده. طبعاً شيء طبيعي أنه نحن وي إيفولف، يعني نروح على مجتمع نتطبع بعاداته وتقاليده كمان، لكن يضل عنا هاي زي ما كنت بتحكوا بالسهرة الرمضانية اللي فاتت على العادات والتقاليد الرمضانية، نضلنا محافظين على العادات والتقاليد الفلسطينية هاي، ليلة الحنة، العرس. يعني حتى هذيك من فترة كنت عم بحضر إطلاق سراح أحد الأسرى الفلسطينيين، وكانوا مجتمعين يعني السيدات أمه وعمته وخالته كلهم، وعم بيغنوا بيرددوا الأهازيج الفلسطينية، لا إنه مبسوطين إنه رح يطلع من رح يعني يخلى سبيله ويطلع للحرية. ف روزانا شفت حاضر على راسي يا تامر. تامر أخي بعتبره بيدرس طب،
هو من غزة بدرس طب في الإسكندرية في مصر، فبوجه له تحية. إحنا دائما بنفخر بشعبنا وين ما كان، شعبنا متعلم ومثقف، ونحن هذا كمان بنعتمد عليه، إنه نحن أكثر شعب مثقف يمكن في العالم بير كابيتا، يعني بالنسبة لعدد سكانه ولا مساحته. فعشان هيك أنا بقول لك إحنا بخير يا دكتور جمال، إحنا بألف خير. إن شاء الله إن شاء الله. نسرين، هلا احنا بالنسبه لنا كفلسطينيين في الداخل جوا ما في خوف على التراث. هلا صار في وعي اكبر من جيل الشباب، بتشوفي بيعملوا اليوم التراثي، في فرق دبكه كثيره، في حفلات تراثيه دائما باستمرار، ما في خوف عليهم، الخوف علينا هون احنا اللي في نورث امريكا. صحيح، يعني أنا كمان مثلك أولادي بفرقة الدبكة، بحاول إنه أدمجهم بقدر استطاعتي، يعني حسب ما بتسمح الأجواء هون، في إنهم يعرفوا تراثهم ويحفظوهم ويندمجوا فيه. بس كيف هذا ممكن، يعني إحنا نوسعه بشكل أكبر من هيك؟ كيف ممكن الأجيال هاي اللي بتطلع على أساس إنها عارفة، إنه يعني زي كأنه بنرضعها التراث رضاعة، كيف ممكن نوصل لهاي المرحلة؟ وشو إحنا الفلسطينية، طبعاً يعني هاي مسؤوليتنا إحنا بالدرجة الأولى، مش مسؤولية الحكومات اللي إحنا يعني عايشين تحت ظلها هون، كيف إحنا ممكن نوصل لهاي المرحلة؟ طيب أنا سألتيني شو بقترح؟ أنا زي ما في مدارس بتعلم اللغة العربية، أنا لازم يكون في مدرسة أو رابطة فلسطينية تجمع كل العوائل الفلسطينية بكل يعني مواهبهم بثقافتهم. لازم يكون في كل مدينة في رابطة. لازم هلأ كل شيء صار بمتناول إيدنا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، فما في حجة يعني صراحة. كل أسبوع أو يجتمعوا مثلا نهار الأحد ساعة أو ساعتين، ونهار السبت اللي هو لازم يكون في درس موسيقى، تراث، تاريخ، يدرس. كيف واحد بيروح بدرس لغة عربية يدرس تاريخنا بهاي الطريقة عن طريق الجمعيات الثقافية الفلسطينية الموجودة في نورث أمريكا أو حتى ساوث أمريكا، وين ما كنا يعني في بقاع العالم الفلسطيني موجود في كل مكان. أنا هذه فكرتي، يعني أكيد في عندنا جمعيات فلسطينية كثيرة كثيرة، يعني بهيوستن، في لوس أنجلوس، يعني وين ما رحت، نيويورك، نيوجيرسي، موجودين. فأنا برأيي لازم يعني ندخل هاي المادة، رح سميها هاي المادة الغنية اللي هو التراث، لتعليمها كمراحل للأطفال. نعملهم تريفيا مثلا، تريفيا جغرافيا عن فلسطين، بنعلمهم البلدات الفلسطينية، الأكلات، العادات، التقاليد، بصير في حفظ حفظ يعني بالتكرار. هذا الجيل بصير يحفظ، بصير يعرف، بنخلق هذا الجيل، من يعني بنثبت الوعي عند هذا الجيل. وطبعا مش بس إنه نعلمهم تراث، ما كمان ما نبعد كثير عن السياسة، يعرفوا كمان كيف يكونوا متحدثين ويشتغلوا بخط ممنهج لقضيتهم، لوبينج مثلا، يكتبوا رسائل لسناتورز، يعترضوا على مواد معينة، يناصروا شعبهم من خلال الاكتيفيزم كمان، يعني عشان نحن بدنا نجهزهم جهوزية تامة إنه يكون هذا الفلسطيني اللي عايش ببلاد المهجر well rounded، يعني ملم بثقافته، بحضارته، بموسيقى، بكل شيء، بالفنون، بالتاريخ، بالسياسي، بكل شيء. هيك نحن بنكون عم نأسس لاستمرارية للأجيال القادمة. أكيد أكيد. طيب بدنا توجهي أغنية أو رسالة، بدنا نحكي عن طريق أغنية للوطن. إيش بدك تغني للوطن؟ أنت اليوم معك open email تبعتي للوطن، بس بدها تكون أغنية. أنا حقول أغنية من تأليف الأستاذ والأخ الكبير ناصر موسى جنيني في كاليفورنيا لوس أنجلوس، وجه له تحية. أغنية طبعاً أعطاني أني أغنيها، هي اسمها رايات الصمود، بهديها لكل أبناء شعبي أينما كانوا على أرض الوطن كمان صامدين، بوجههم ألف تحية عطرة من بلاد الاغتراب. بتقول الأغنية: مهما تحط حدود ومهما تصف جنود، على طول رافعين رايات الصمود،
شعبك فلسطين، مهما تمر سنين، مهما تبعد، مهما تغرب، لازم يوم يعود برايات الصمود. مهما تحط حدود ومهما تصف جنود، على طول رافعين رايات الصمود. مهما تحط حدود ومهما تصف جنود، على طول رافعين رايات الصمود. شعبك فلسطين مهما تمر سنين، شعبك فلسطين مهما تمر سنين، مهما تبعد مهما تغرب، لازم يوم يعود برايات الصمود، برايات الصمود. ومهما تزيد النار رح نبقى حرار، ومهما تزيد النار رح نبقى حرار، ولو طال المشوار لازم يوم نعود برايات الصمود، برايات الصمود. ومهما تعلي السور الشمس بتبعت نور، ومهما تعلي السور الشمس بتبعت نور، والأيام تدور ولازم يوم نعود برايات الصمود، برايات الصمود. ولو بدك سلام لا تزرع آلام، لو بدك سلام لا تزرع آلام، ملينا الكلام ولازم يوم نعود برايات الصمود، برايات الصمود. شعبك فلسطين مهما تمر سنين، شعبك فلسطين مهما تمر سنين، مهما تبعد مهما تغرب، لازم يوم يعود برايات الصمود، برايات الصمود، برايات الصمود. الله الله، الله عليك، إن يسلم شاء الله تمك، أكيد يسلم. راح يرجع ويعود برايات الصمود. يعني هذا إشي إحنا واثقين منه، إمتى مش عارفين، بس إحنا عارفين إن الله في يوم من الأيام. إحنا مستعدين لكل شيء، إن كان كورونا ولا غير كورونا. نحن ما لازم نلتهي هلأ بشغلة الفيروس، كمان على الانتهاكات اللي هلأ عم بتصير والتهديدات يعني التي تحيط بنا من كل جانب. لازم نكون واعيين وعيوننا مفتحة 10/10، ونشتغل من قلب رب، ونعلي الصوت، نعلي الصوت، نوصله لكل المحافل الدولية، خلي كل العالم يعرف قديش إحنا شعب مضطهد، قديش إحنا شعب متعطش للحرية، لأنه حق من حقوقه الإنسانية. صحيح. نسرين، اشتركتي مع أي من المطربين العرب أو الفلسطينيين بأي حفلة من الحفلات، يعني كدويتو أو أعمال مشتركة معهم؟ للحقيقة كدوات لا، يعني عدا عنه بس الحفلات بتسأب مرات إنه بنغني، يعني مثلا مشترك سوا بالحفلات وهيك بس، لكن بتسجيل أو شيء لا، صراحة ما صار لي الشرف إني يعني أقوم بدوات مع أحد الفنانين الفلسطينيين. طيب مين اللي نفسك تعملي معاه دويت؟ يعني معاي جمال، غير جمال، غير جمال. لازم تحكي مع الصوت، عشان اللي بحب تضربي ال اني تضرب الآلات الموسيقية. ناوي انت تدمرها جمال. انا بطلع من ورا الستيج، هذا اللي بعمل بوم بوم بوم. على سيرة بوم اللي بوم، يجي على بالك. بتعرفي القلب كيف بصير يدق بسرعة بعد الإفطار، يعني لأنه كل الدم بصير يضخ. فنحن بزيادة إنه بعد الإفطار وهيك كمان الحنين والشوق والمشاعر هي كلها، فحاسة هون طيارة. ليك أكون معكم صريحة وشفافة لأقصى الحدود، أنا بحب أغني، يعني في كثير فنانين بحبهم كثير، مثلا قاسم النجار، شادي البوريني، بيمثلوا قضايا وطنيه كمان. يعني بحب اغني مع اي فنان فلسطيني، مثلا فنان محمد عساف، اي فنان فلسطيني
يؤدي ويغني ووصل أغنية فلسطينية إلى العالم بأمانة. يشرفني أنا نسرين نجاش إني أكون معه بدويت لنوصل لكل العالم. أنا ممكن أغني مش بس باللغة العربية والإنجليزية، برضه الفرنسية والإسبانية. ف أوه يا سلام، يلا سمعينا 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 حاجة بلغة بلغة عربي، أنت اختاري. أنا بصير ما نغني أغاني غير وطنية، بس نغني بغير لغة. عادي تايتانيك. تغيير خلي تغيير. جوزك، خلي جوزك يسمع، قولي له هاي هدية لك. على فكرة كثير ناس، أنا أول شرط دايما بحب أحكي القصة هاي، أول شرط شرطته عليه قلت له إذا ما بتوافق إنك تكون بمجال الغناء الوطني والفن، يعني المجال الفني، أعتبر من هلأ إنه ما أنا ما بقدر إنه يعني أخوض معك بزواج وهيك مشروع زواج. فقال لا بالعكس، انا بدعمك وانا يعني واقف جنبك. وفعلا حرام يعني لحد هلا صامد يعني، وش له تحيه، اخذ الاولاد هلا كم دوره عشان ما نقدر نحن طبعا الله نتاكد من الله الله يكمل يعطيك. تحسدوش، الله يكمله بعقله تحسدوش. انا ان شاء الله يا رب، الله يحمي كل إن شاء الله الله المسلمين. يحفظكم لبعض يا رب. نغني بالفرنسي يعني؟ باللي بدك إياه. طيب. Et si tu n'existais pas, الله. dis-moi pourquoi j'existerais pour t'aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais d'inventer l'amour. Sabrina, بتغني معي؟ صابرين وينك؟ لا انا الفرنسي لغتي الام يعني، ما قلتيش والله كيف. طب اعطيني علامه هلا، غنيت كم ولا كلمه بفهم فيها ولا اي حاجه اصلا. لا ما بفهمش. لغة الأم مش لغتي الأم. لا صوتك ما شاء الله عليه يعني، بالعربي وبالفرنسي و أكيد يعني باللغات الثانية اللي بتتقنيها، بس يعني أبدعتي اليوم. أنا بدي إياكي الآن، إحنا متابعينا من كل دول من كل دول الوطن العربي، فبدنا تحية لهم تغني لنا، جميعا. بدنا تغني لنا إشي من غير التراث الفلسطيني، إشي من برا فلسطين، من الشام، من العراق، من مصر، وين ما بدك. طيب تمام. أول شيء بدي أحيي كل الجالية العربية أينما كانت، الجاليات العربية وين ما كانت بدل الاغتراب. وبرضه بدي أحيي كل أشقائي وشقيقاتي بالبلاد العربية، من العراق لكل دول الخليج، بلاد الشام، مصر، ليبيا، بلاد المغرب العربي، من المشرق للمغرب، بحييكم كلكم. يعني بتخطر ببالي كثير أغاني حابة أغنيها الليلة، لكن بيقولوا لك الحلم العربي، ما بعرف إذا عارفاه. يا حلمنا طول عمرنا. كنت حاطة ببالي أغني شغلة هيك قومية. يلا. طيب. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد أنت رايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لي من أيادي، موطني بموطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك، موطني
موطني موطني موطني، الشباب لي كل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد، مجدنا تليد موطني موطني. عروزنا عروزنا كل أنا فيها، وش عملت الروزانة الله يجازيها. عروزانا عروزانا كل الهنا فيها، وش عملت الروزانة الله يجازيها. يا رايحين عحلب حبي معكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح. كل من وليف معه وانا ولي فراح، يا ربي نسمة هوا ترد الولف ليا. بكتب اسمك يا بلادي على الأرض على الشمس اللي ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك مالي حبيب. بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك مالي حبيب. لا 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 لا. وليمون اللي غاروا مني ليمون متعشبك فيها، ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها. جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. وعمدة ما سلم عمدة والغرة شالت وردة، والغرة شالت وردة تسأل عنا وينساني. قلبي شايل ما ودى، قلبي شايل ما ودى. وعمدة ما سلم عمدة والغرة شالت وردة، والغرة شالت وردة يسأل عنا وينساني. قلبي شايل ما ودى، قلبي شايل ما ودى. الله الله، ما هيك بقد ما بنقدر بالدول العربية. يعني بقول لك كل شعوب الوطن العربي بحبوا فلسطين، لأنه فلسطين هي قلب الوطن العربي، ومن قلب الوطن العربي أنت أرسلت رسالة لكل شعوب العرب أن الفلسطينيين يحبون كل العرب. يعطيك ألف عافية على هذه الرسالة. احنا اخوه باللغه، قبل الديانات طبعا احنا من كل الديانات، لكن احنا اخوه باللغه واخوه بالحضارات واخوه بالدم. اذا انت بتحب فلسطين فانت بتحب كل الوطن العربي، واذا انت بتحب يعني قضيتنا هي قضيه واحده. القدس عاصمه فلسطين الابديه ان شاء الله، هي ان شاء الله ملتقانا جميعا، هي عاصمتنا كلياتنا، مش بس الفلسطيني، هي لكل إنسان حر وشريف في هذا الوطن العربي وفي كل العالم. نعم. صبرين بتحبي نسرين تسألي. يا نسرين، طب ما دام أنت بتعزفي عود، ليش ما بتستعمليه خلال أغانيك؟ حتى بيضفي صيغة مميزة لإلك، ف يعني ممكن نشوفك بالحفلات الجاي مع العود. إن شاء الله. وعد. بعد لاني انا يعني انا هلا شباتي مش معي، بس
أنا بعزف شوي على شبابي، كان عندي كم فيديو حطيتهم على البروفايل عندي، بعزف فيهم على شبابتي وعلى العود. إن شاء الله أنا بوعدكم، إن شاء الله حتشوفوني بالحفلات حعزف العود إن شاء الله، عشان ما أكون عم بوعد على الفاضي. بس لازمني عود ثاني، بده مينتنس العود اللي، فحاشتري إن شاء الله عود صغير يكون يعني أصغر حجما. بعد الأطفال بتغير الشكل السيدي، يعني بصير صعب كتير تمسك العود، يعني كتير ضخم وهيك، فبدنا عود ستاتي يعني يكون هيك عود حلو. يعني أنا بشجع كل الناس يعلموا أولادهم الموسيقى، يكونوا مهذبين موسيقيا، يعني هذا الشيء بزيد جمالهم جمال. ويعني زي إنسان بقول لك أنا عندي موهبة الرسم، في ناس فطرة عندهم موهوبين لكن بروحوا بيدرسوا الرسم، بيدرسوا التقنيات كمان، هذه بسموها it hones the skills، يعني بتحف يعني بتزيد من شو بقولوا نحن بالانجليزي، يعني سوري انا بحاول الاقي كلمات بالعربي، بتزيد من طاقاته كمان، بتزيد من عطاءاته ومن من يعني من البروفيشناليزم تبعه، يعني becomes more professional. طب معناته كل الكلمة انا بشوفك دائما بتطلعي في الحفلات، معظم الحفلات تطلعي بالثوب الفلسطيني، باللبس بالزي التراث الفلسطيني. هل تعتبري انه هذه رسالة انت برضو بتقدميها، مش بس الغناء، برضو اللبس تبعك؟ طبعا 100%. انا متصور فرحتي اول توب اشتغلوا لي اياه نساء من مخيم عين الحلوه، سيدات بوجه لهم تحيه. قديش كانت فرحتي، كان عمري 20 سنه اني عندي اول توب مطرز باليد، مش ماكينه، باليد. ها اوكي يعني ليش؟ لانه كل غرزه قديش تاخذ وقت وجهد، لكن انا بحب السيمبوليزم، يعني الرمزيه من الغرز، بقول انا كل غرزه كل قطبه حكايه، حكاية من وطننا. فلما أنا بلبس التوب الفلسطيني، هذا التوب يجسد حكايات الوطن، كل غرزة فيه حكاية ليك، وكل يعني في عنا different designs، يعني كل بلد إلها ثوابها، إن كان مثلا طول كرم ولا إن كان النقب ولا القدس أو بيت لحم، يعني كل بلد إلها ثوبها، أو الجليل مثلا عندك. نحن عشان انا بحب دائما لما اطلع اني امثل وطني، مش بس بصوتي لكن بكل إشي يرمز لتراثنا لوطننا. فتذكروا دائما كل غرزة حكاية، وهي الحكاية عم نحافظ عليها. أكيد. اي والله غالي تفضل. هي أعتقد نسرين، صبري، تفضل. بدي اسالك، هلا احنا الاغاني التراثية بفلسطين متنوعة، في منها بيستعملوها للأعراس، في منها للطهور، في منها للحصاد، يعني بتغطي كل مجال في حياتنا الفلسطينية، وبتعكس جزء معين من تراثنا ومن نشاطاتنا حتى وأعمالنا اليومية. حافظة إشي من هذه الحاجات الخاصة، يعني أغاني طهور، أغاني حصاد، أغاني أعراس اللي هي اللي كانوا يستعملوها زمان؟ صحيح. لك هي في أغاني بلشت على فكرة تراثية، يعني بتحكي عن الحصاد وبتحكي عن مثلا بتغزل، أغاني غزل بتغزل بلبنية مثل الصبية والبيعين اللي عم بتعبي المي، وتحولت لأغنية نفس اللحن لكن تركب عليه أغنية ثورية. مثلا عندك أغنية ليا وليا يا بنية يا واردة على المية، امك وابوك قالوا لي بدهم يعطوكي ليا، الكلمات من فرقه بلدنا مثلا انها تغنت بهالشكل التالي: ليا وليا يا بنيه ضاق السجن عليا، سدوا دروب بلادي من الميه للميه. فشوف كيف اخذت الطابع الوطني الثوري، يعني مثلا تحكي معاناه الشعب الفلسطيني، يعني شعب محتل ومحاصر. في اغنيه كثير بحبها اللي هي الأميات كانوا يغنوها لبناتهم لما يتجوزوا، بحب أغنيها طبعا: لا تطلعي من بويتك ويل هوا غربي، لا تطلعي من بويتك ويل هوا غربي، شن جوزوكي غريبي و شغلوا قلبي، شن جوزوكي غريبي واشغلوا قلبي، ولا تطلعي من بويتك وهوى جنوبي، لا تطلعي من بويتك وهوى
هوا جنوبي تنجوزوكي غريبي وجننوا جنوني، تنجوزوكي غريبي وجننوا جنوني. يا وردة على المية سقيني بداياتك، عطش ما فيه عطش قصدي ما حكاتك. يا وردة على المية سقيني بداياتك، عطش ما فيه عطش قصدي ما حكاتك. يا وردة على المية سقيني بداياتك، عطش ما فيه عطش قصدي ما حكاتك. يا وردة على المية سقيني بداياتك، عطش ما فيه عطش قصدي ما حكاتك. يعني هاي شوف الصورة، يعني عم ترسم الصورة من لا تطلع من بويتك، والهواء غربي والهواء شمالي والهواء جنوبي والهواء شرقي. يعني وطبعا اللهجات اللكنة، أنا بحكي طبعا لهجة مدنية شوي، مع إن أنا من بلدي، يعني من قرية اسمها علمة بالجاليه الفلسطيني بسبب قضاء طفر، لكن برضو إيه يعني اللهجات حلوة فيها، وبتوصف لك كمان يعني يا واردة على المية، يعني اللي رايحة على المية تعبي المي، سقيني بداياتك. يعني هذا شاب، يعني شاب عم بقول للصبي تسقيه بإيده، يعني شوف الحب الفلسطيني، يعني أكثر من هيك حب حلو، حب يعني بريء وطاهر، يعني ما بعد ما في أحلى من هيك صورة بنقدر إنه بسيط نتكلمها بسيط بالكلام. نعم. شو كمان يا نسرين بالأعراس بغنوا يا محمل حملة التفاح، هيا يا روحي هيا طوال يا كل الملاح، نيال العزابية. بس أنا مش عم بحاول إني أستحضر الأغاني كلها لهذه طبعا المغنية. الأغنية الشهيرة سب العيون ومديد سب يحنون العيون ويغنوا غنوا له يحنوا له غزل صغير منديله يحنوله. هاي الأغاني برددوها طبعا ستاتنا، كان من فترة أنا عندي، أنا بحب كلام لأنه أنا من النوع اللي I get distracted super easily، فبحب دائما الكلام يكون قدامي. لكن في عندنا مثلا أغاني، الأغاني اللي أخذت طابع ثوري، مثلا أغنية فرضا أعطيكم مثل، شالت 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 حملات الشبري سمرة فلسطيني رد العصبي مالت، شالت 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 حطت في وطننا، شالت 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 وحطت في وطننا سمرة يم الحنة رد العصبي مالت، شالت 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 حطت في الخليلي، شالت 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 حطت في الخليل يم الثوب النيلي رد العصبي مالت. ويا يمه في دقة بابنا، يا يمه هي دقة احبابنا، يا يمه في دقة بابنا، يا يمه هي دقة احبابنا، يا يمه في دقة قويه، يا يمه دقة فلسطينية، يا يمه عشاق الحرية، يا يمه دقوا على أبوابنا، يا يمه هذول النشامة، يا يمه طلاب الكرامة، يا يمه نمن ربع يتامى، يا يمه سلامة شبابنا، يا يمه نمن ربع يتامى، يا يمه سلامة شبابنا. طبعا في سؤال إلك من أمل، بتقول لك هل قمت بجولات في مدن كندية وأمريكية، بدنا نحكي لأنك أنت بأمريكا موجودة، للغناء والتعريف بالقضية والتراث؟ أنا بعرف أنك جيتي بعض المدن، بس ما بدي أعطيكي عشان تجاوبي. هلا كجولة، كجولة يعني كجولة تشمل المدن، يعني كجولة فنية. لا لكن انا مثلا شاركت مهرجان فلسطيني بكندا باوتاوا، شاركت بالامسيه الفلسطينيه اللي صارت مره في جامعه فانكوفر، كمان كانت يعني اي في جامعه، يعني انا شفت شخص
يعني انا احكيها هلا يهودي لما غنيت على المسرح كان حاضر الحفل لابس على راسه الكفه وهيك، فقام يرقص بالعصا، كثير اندمج بالاغاني وانبسط وقام يرقص بالعصا. اذا نحن بننبذ الكراهيه وبننبذ يعني التطرف نقدر نعيش بسلام كبشر. لكن هذا الشيء ما بيعني ان نحن نتنازل عن اي حق من حقوقنا الانسانيه. يعني انا بتمنى اني انا اقوم بشغله فنيه، مثلا انا بشارك دائما بكاليفورنيا، حفلات بكاليفورنيا دائما، مؤسسات خيريه مثل فلسطين فاونديشن، مثلا البيكنيك الفلسطينيه اللي صارت من سنتين بشارك، مثلا كان في مشروع السنه اشارك مهرجان عربي بانديانا وكمان يوم القدس في فيرجينيا كمان، بس طبعا الظروف اللي صارت طبعا حطت كل شيء مهول حاليا. لكن بتمنى يكون في جوله فعليه تمر بالمدن، لكن دائما ذكروا انه هيك مواضيع كمان في لها كوست، يعني فيها تكاليف، يعني بدك يكون في سبونسرشيب لهالفنان يجي يقدر يؤدي، يعني هو عمله، هو هذا شغله مهنته كمان. فالموضوع بده تحضير وبده ان شاء الله يعني ايدي وسواعد وايرادات تقدر تنفذ يعني هالتور هاي ان شاء الله. بنقول يا رب الله يزيل هالغيم السوداء ويزيحها عننا بفيروس الكورونا وما يعرف بجائحة كورونا، وإن شاء الله نقدر أن نحلم هاي كلياتها نحققها يا رب. أنا بتمنى من هون بقول يا رب، يعني أنا ما بطلب شيء إلا أنه الناس بيعرفوا اللي أنا شاركت معهم بحفلات وتزنت معهم بحفلات بيعرفوا قديش أنا يعني سهلة وبسيطة، إنسانة بسيطة، يعني لأنه ما أحمله هو رسالة أسمى من أي شيء مادي آخر. وإحنا بدورنا نتمنى من الجاليات العربية خاصة بنورث أمريكا إنهم يستضيفوا هالوردة الفلسطينية اللي اسمها نسرين حجاج ويدعموها بكل إمكانياتهم علشان ضلها رافعة راية فلسطين في كل مكان. يعني إحنا الأصوات المحترمة، الأصوات اللي بتأدي الرسالة هاي دائما في قلبنا وإلها كل الدعم والاحترام والمحبة منا جميعا. فياريت أي مناسبات بتصير هاي نسرين هجاج ما راح يعني تلاقوا أحسن منها ولا أحلى من الصوت، صوت الملائكة هذا. شكرا نسرين، شكرا. في حفلات قادمة نسرين إليك؟ في حفلات جاي ولا لسه الناس متقوقعين بالكورونا؟ لسه متقوقعين، عم نحاول أن نتأقلم مع هذا الوضع الجديد. طبعا أنا دائما بقول أنه خليكم متفائلين جدا، المؤمن لا ييأس والمؤمن لا يحزن. قد ما اشتدت علينا مش رح تشتد قد اللي قاعدين في سجون الاحتلال صلهم من الثمانينات، صحيح، وما بيشوف السماء إلا من وراء الأسلاك من فوق راسهم. فنحن دائما نقول الحمد لله ونتمنى طبعا الحرية لكل أسرانا في السجون الاحتلال. عفوا صابرين، شو كان سؤالك؟ لحظة حبيبتي، أنا كنت نسرين أنا كنت بسألك إذا في حفلات قادمة. حاليا بس كان التخطيط لأن إن شاء الله مهرجان العربي في إنديانا، ما بعرف أحبائنا في كل الولايات الأخرى. أحيانا أنا رح أوجه رسالة عطب طبعا من هون، أنا إنسانة صريحة على فكرة، ويمكن صراحتي كلفتني الكثير وأنا أعترف، لكن أنا طبعا تعلمت من أغلاطي ونضجت كثير طبعا بأول يعني طلعاتي زي ما بيقولوا، وتعلمت إنه يعني مش كل الناس تتقبل الصراحة، لكن أنا ما صعب إني أتغير، صعب إني أتغير إلا طبعا للأحسن. يعني بقول إنه أرجوكم أعطوا مجال للفنانين، للفنانات الفلسطينيات. كتير من المرات أنا بشوف على منشتات، يعني المنشت اللي هي الإعلان، بشوف فنان 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 وتغيب صورة الفنانة الفلسطينية. ليش؟ لماذا؟ شو التفسير؟ شو التبرير؟ أوكي؟ هلأ تيجي مثلا بدكم تجيبوا فنانة مثلا فلسطينية تشارك معاكم، دائما يعني مرات، مش دائما عفوا، مرات بحس انه
يعني يمكن لأنه أنا يمكن ما عندي أعمال خاصة إلي أنا، أو يمكن مش مشهورة على نطاق يمكن ما بعرف الوطن العربي مثلا مثل فنانين آخرين أتيحت لهم الفرصة من الناحية المادية أو شركات الإنتاج أو 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 أو، لكن هذا الشيء لا يعطيها أقل أهمية من الميل كاونتر بارت، يعني من الفنان اللي بيكون مشارك معها في المهرجان. فأنا يعني بأسف إني كثير عم بشوفها وتتكرر، يعني في كثير من المهرجانات صور، مع احترامي طبعا انا انا كثير فنانين بحبهم يعني وبعزهم كاخواتي، بس انا ما عندي شيء ضد الفنان الفلسطيني يشارك، لكن انا من هذا المنبر بقول لكم ارجوكم المراه الفلسطينيه هي عمود قضيتنا، عرفتوا علي؟ فخلونا نكون كرماء معاها ونسمح لها الفرصه انه تيجي وتشاركنا، تشارك مهرجانات بغض النظر ان كانت نسرين او غير نسرين. شو بدك تسمعينا هلا؟ اشي حلو. ما بعرف شو بتحبوا تسمعوا. نقول لكم موال ونقول لكم دلعونا فلسطينية. يلا. يلا. يا باي أنا يا قدس، أنا يا قدس والدمعاتها مو أهلي في فياف الأرض هامو، أنا يا قدس، أنا يا قدس والدمعات هامو أهلي في فياف الأرض هامو، افتخر فينا التاريخ وحناه هامو، كتر ما صبر شعبي على العذاب، الهلي يا هلي يا هلي وعلى دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب زيتونا، على دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب زيتونا، لا بدي أمي ولا بدي بيي بدي فلسطين أرض الحنونة، لا بدي أمي ولا بدي بيي بدي فلسطين أرض الحنونة، يا طير الطاير يا طير الطاير سمرا والبيضة صاروا ضراير، يا طير الطاير يا طير الطاير سمرا والبيضة صاروا ضراير، بيلبق للسمرا لبس الأساور ويلبق للبيضة كحل العيون، بيلبق للسمرا لبس الأساور ويلبق للبيضة كحل العيون، على دلعونا وعلى دلعونا عيد، على دلعونا بلاد فلسطيني نسمها وهب كل المديني، على دلعونا بلاد فلسطيني نسمها وهب كل المديني، هذه بلادي بلادي أميني نصرة وطبرية وعين الزيتونة، هذه بلادي بلادي أميني نصرة وطبرية وعين الزيتونة، يا بنت بلادي ارفع راسي واحكي حكايتنا لكل الناس، يا بنت بلادي ارفع راسي واحكي حكايتنا لكل الناس، شعبي ما همه كتر المآسي والغالب يرخص لفلسطينا، شعبي ما همه كتر المآسي والغالب يرخص لفلسطينا، يا تعبناكي وكيف تاكل لك رايح على الغربي وبلادك احسن لك، خايف يا زاري تروح وتتملك
وتعاشر الغير وتنساني أنا، يا ظريف الطول امشي التل التل واسأل عنا الريح يا زارف تندل، يا ظريف الطول امشي التل التل واسأل عنا الريح يا زارف تندل، والطريق معروف والثورة هي الحل، وبعزة وإصرار نزرع دربنا، والطريق معروف والثورة هي الحل، وبعزة وإصرار نزرع دربنا. يا عين يا عين، دربك خضرة إن شاء الله، دربك خضرة. أنت يعني نسرين، إحنا عن جد يعني أطربتينا الليلة وأسعدتينا بوجودك معنا ورجعتينا شوي للوطن والأجواء الحلوة وتراثه وأغانيه الشعبية. إحنا أصحاب قضية عادلة، لازم نضل حاملينها وين ما نروح، لازم إحنا نضل رسالتنا الأولى هي إن نظهر الحق للي ما بيعرفوه، للناس المغيبين. بدي من ناظرين هلأ توجه كلمة للناس اللي عم بنشوفهم هلأ على وسائل التواصل الاجتماعي واللي عم بينكروا الحق الفلسطيني وبينكروا القضية الفلسطينية اللي هي قضية كل شريف عربي ومش عربي كمان، لأنه في أجانب كتير مناصرين لإلنا مش بس عرب. بدي توجه لهم كلمة هيك باسم نسرين الفلسطينية اللي مؤمنة بقضيتها وبحقها. طبعا هو مجرد نكرانهم للقضية أو الحق الفلسطيني هو اعتراف، يعني هذا باختصار شديد. اللي بحب أوجهه وأقوله أنه يثبت التاريخ، يعني إذا بيقرأوا كتب التاريخ يثبت التاريخ أن الظلم لا يدوم ولا عمره رح يدوم، ونحن يعني منآمن بهالقضية الإنسانية، وفي وعد كمان أنه هاي الأرض هي أرض الميعاد، وهي الأرض اللي رح تكون عليها إن شاء الله يعني تجمعنا كلياتنا وعودتنا إلها. هذا الشيء من المسلمات، يعني مهما حاولوا تغيير الرواية، مهما حاولوا طمس الحقائق، الحقيقة دائما بتظهر. يعني مجرم بيرتكب جريمة بيقدر يخبيها، لكن إلا بالنهاية تظهر الحقائق أو الحقيقة ويرجع الحق لأصحابه. فعشان هيك بقول دائما، يعني أنا بنرجع لأغنية جوليا بطرس، نرفض نحن نموت قولولن رح نبقى بأرضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى، هو قلنا يا جنوب. هي بتحكي عن الجنوب اللبناني، لكن أنا برأيي الجنوب يرمز إلى كل الأراضي اللي ما هي جنوب لبنان وما بعد جنوب لبنان. هو قلنا يا جنوب، يا حبيبي يا جنوب. فبقول نرفض نحن نموت، نحن ما رح نموت، نحن حتى لما نموت ما منموت، بنكون عايشين بعدنا أحياء، نرزق يعني أحياء. نحن ما قدروا يقتلوا فينا الإرادة الفلسطينية، إحنا اللي صار فينا جعلنا أقوى، إرادتنا صلبة وصامدون إن شاء الله على أرض الوطن وعلى أرض التين والزيتون. صدقوني هذه الأرض تستحق كل التضحية، ونحن أرجوكم تكاتفوا معنا، والله لن يضيع حق وراءه مطالب. وبنفس الوقت بدي أحكي لكم أنه يعني مناصرتكم لنا للشعب الفلسطيني هي بحد ذاتها يعني أسمى درجات الإنسانية. بس هاي هي رسالتي، وشكرا لكل الشعوب اللي وقفوا معنا، لكل الشعوب العربيه اللي وقفوا معنا، شكرا لكم من القلب. يعني انا ما عندي كلمه حتى شكر تكفي، لما وقفتكم المشرف دائما مع القضيه الفلسطينيه. انا اولادي دقوا على الباب مش متحملين، ماما عندها طيب احنا بدنا نعطيكي اخر كلمه عشان توجهيها لجمهورنا، واذا بدك تحكي اي شيء. كلمة أخيرة بحب أوجهها، لحظة خلينا نقعد، بحب أحكي وأقول إن شكراً لكم لدعمكم لإيمانكم بنسرين الإنسانة ونسرين الفنانة، وبتمنى إنه دائماً أكون عند حسن ظنكم، بتمنى إني أوصلكم هاي الرسالة. القضية الفلسطينية بأمانة أحملها بصوتي من خلال النغمات المختلفة والأهزيج والأغاني. يعني بتمنى أنه نحن نحافظ على تراثنا، أرجوكم تمسكوا بالتراث. أول إشي بيحاولوا يهدموه لما بدهم يمحوا معالم أي حضارة هو التراث، فهذا هو الهوية. أرجوكم حافظوا عليها وتمسكوا فيها،
هاي بطاقة تعريفكم إلى العالم، بطاقة التعريف اللي بتعرف عنا إحنا كفلسطينيين. كل ما حافظتوا عليها، كل ما يعني ورثتوها لأولادكم، كل ما نحن استمرينا. أرجوكم. ومن هون كمان بحب أوجه رسالة لكل الفنانين والفلسطينيين، الفنانين الفلسطينيين كمان، بنتمنى نشوف أعمال كمان مشتركة بيناتنا بين بعضنا كمان كفنانين، وبنفس الوقت تكون أعمال كمان تحافظ على يعني الطبع الكلاسيكي للأغنية. يعني أنا مع التجديد ومع إنه يكون في تنوع، لكن بس أنا مش اشتك بشتك هاي تبعت لكن أنا مع المحافظة على الأغنية بأصالتها، يعني مثل ما هي، مثل هذا التوب يعني أنا بحبه بلبسه. أوكي، هلا بيطلع كتير ستايلات حلوة، لكن بضل التوب الأصلي هو الأصلي. عرفت علي كيف؟ نفس الشيء بالأغنية، بتمنى أن نضلنا محافظين على هذا الشيء، ونحافظ على هاي الأغنية، ونحافظ على كل ما يرمز إلى الوطن، لأنه هذا هويتنا بالنهاية. طيب صبرينا نسرين، تفضلي. نسرين بدي منك توجهي كلمة لشعبنا الفلسطيني المناضل الصامت في فلسطين عن طريق أغنية. أنت تختاري أغنية كرسالة لشعبنا في الأرض المحتلة، شو بتحكي لهم؟ والله حابه اقول هون، انا قلت هلك الاغنيه هلا قبل شوي، بس حابه اغنيها. نرفض نحن نموت، قولوا لهم رح نبقى. نرفض نحن نموت، قولوا لهم رح نبقى. ارضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى، هو إلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب، هو إلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب. ومثل ما تحرر الجنوب اللبناني، نحن رح نتحرر بإذن إن الله. شاء الله إن شاء الله. يا شعبي يا شعبي يا شعبي، اليوم في أغنية نزيلة بتقول يا شعبي اليوم واقف، يا شعبي لا تيأس لا تخاف، لا تيأس ولا تخاف يا شعبي. هي دائما بتشتد الظلمة من قبل الفجر، من قبل بزوغ الضوء. فنرجع للقصيدة اللي بتقول يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل. يعني هاي أغنية للأسير الفلسطيني، يعني إن الليل زائل، حطوا مليون خط تحت إن الليل زائل. لا غرفة التعذيب باقية ولا زرد السلاسل، مش رح يبقى شيء، الظلم رح يزول. يمكن لو مش على ايامي، يمكن ان شاء الله نقول الجيل اللي وراي او اللي بعده، بس نقول ان شاء الله قريبا يا رب، لانه طالت طالت كثير، وصار الوقت انه بدنا حل. لكن ما في حل عادل الا برجوع كل اللاجئين الفلسطينيين لارض الوطن، ونكون كلنا وطن واحد، مش ضفه وغزه وطن مجزأ. بدنا وطن واحد، من النهر للبحر، من الشمال للجنوب، فلسطين. يعني صبرينا شو كأم بدك. بالتراب. إن شاء الله يا نسرين إحنا بنجتمع في يوم من الأيام على أرض فلسطين إن شاء المحررة، الله بتغني لنا هناك أغنية العودة، بنفرح كلنا برجوع بلادنا زينا زي كل العالم، بنحلم يكون عندنا وطن. إن شاء الله رح بنقول يتحقق. يا رب. انا من هون بحب اوجه كمان تحيه لكل الفرونت لاين، لكل اللي هلا يعني على ارض الوطن، اللي عم بيحموا يعني اهالينا من هالفيروس، اللي بيشتغلوا بالمستشفيات، ممرضين وممرضات، دكاتره، علماء، شرطه، كل يعني كل شخص الامن، كل شخص عم بيحافظ على الامن والامان بوطننا هلا بظل هالظروف الصعبه بفيروس الكورونا. بوجه لهم تحية كمان، والله يعطيهم ألف عافية جميعا. يعني عن جد اللي بشوف الأرقام مقارنة بغير دول، يعني الحمد لله إحنا صامدين، إحنا شعب لا نقهر. على فكرة هم بيفتكروا إنه بيقهرونا، بس هم بالعكس إنه بيزونا إصرار إصرار إصرار. نعم، صحيح. أنا
أنا طبعاً حابب أشكر نسرين على استجابتها للدعوة. أول ما حكيت معها قالت لي نو وريز، ما دام هلا الجالية العربية والفلسطينية أنا مستعدة دايركت، ولا دائما نقاش كان ولا في نقاش. دائما فحابب انا أشكرها بنتكم، انا بقول دائما انتم فصلوا وانا بلبس. انا بنتكم باسمي وباسم صابرينا واسمي محمد، بنشكرك شكر جزيل على تلبية الدعوة. باسم الجمهور اللي كان معنا اليوم كله استمتع، أحبك. اليوم أنا عرفت ليش أمريكا اختارت شعارها النسر، عشان القوة والفخامة والعز والكبرياء. وإحنا اليوم عندنا نسرين، نسرين هي نسرين، نسر فلسطيني قوي بعاداته وتقاليده وثقافته وفولكلوره، ونسر اندمج في المجتمع الأمريكي وأعطى صورة رائعة للنسر الأول اللي هو الفلسطيني. فبنوجه لك تحية يا نسرين، أنا دكتور جمال، شكرا لك. مشكورة كثير على تلبية الدعوة، وشكرا لك على هاي الأمسية. شكرا صابرين على وجودك معنا. معلش كان في شوية خرخشة بالصوت، نعتذر، لكن حاولنا قد ما نستطيع. الكورونا وما أدراك ما الكورونا، تصبحون شكرا على وطن. على وطن. شكرا يا حابب نسرين، حابب محبتي لكم جميعا، محبتي لكم، شكرا. حابب بس أذكركم غدا في عنا 3 لقاءات. اللقاء الأول الساعة 6 راح يكون مع كلينيك أونلاين، راح يعلموكم كيف ممكن تشوفوا أطباء أونلاين في أنتاريو ألبرتا وبريتش كولومبيا. مهم جدا هذا الموضوع، خاصة إنه كتير في كلينيك أغلقت أبوابها. راح يكون معنا لقاء الإفطار إن شاء الله، أذان وقراءة قرآن، وراح يكون معنا لقاء الساعة 10 كما هو المعتاد، مقهى راح نجلس ونتحدث ونحكي همومنا ونلعب ونشرب قهوتنا الساعة 10 مساء. فما تنسوا وكونوا معنا، تصبحوا على خير.